رحب باللاجئين السوريين من جميع الأعمار في سينما الزعتري التي افتتحت يوم الأحد في وسط مخيم الزعتري الأردني. حضر الحدث المنظم من قبل منظمة لوميير الفرنسية أكثر من 120 طفلا، العديد منهم يرتدون أفضل ما لديهم خاصة في يوم الافتتاح. أول مرة بادي على السينما وغيرت حياتي السينما، بادي مع صاحباتي بكيف ناكل فشار وكولا. تلاقي الشاشة صغيرة يعني بتضايق، والله قلبي من جوا بيحترق. إني تطلع على شاشة كبيرة ترتاح تتفرج، تعدي عيونك تعباي. أما الشاشة بدك تقعد، أما بدك تقعد بين إخواتك وهاي بصير في أزمة وفي حشك وفي ما الحكي.